السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، ويوم موفق للجميع. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة والتحذيرية من تساقط لأمطار معتبرة وتساقط أيضا لحبات البرد ليوم الخميس 12 من شهر سبتمبر 2019. إذن المناطق المعنية بحول الله تعالى في الفترة المسائية ولاية عين دفلة بالإضافة إلى ولاية شلف ناحية تنس، أيضا المناطق الشرقية لولاية مستغانم، أيضا ولاية تيار تخميس مليانة، أيضا تسمسيلت، أيضا ولاية جلفة، ولاية أيضا تيارت، ولاية المدية، بالإضافة إلى شمال الأغواط، شمال ولاية البيض، بالإضافة إلى مناطق من ولاية سعيدة وسيدي بالعباس. كل هذه المناطق متابعينا الكرام معنية بأمطار ستكون معتبرة وخطر أيضا للتساقط لحبات البرد بحول الله تعالى. أيضا بعض المناطق معنية بأمطار رعدية على غرار جنوب ولاية بسكرة، بالإضافة إلى جنوب ولاية باتنا، أيضا المناطق وادي سوف، بالإضافة إلى ورقلة، أيضا المناطق الغربية وهران عينتي وشتنة تلمسان سيدي بلعباس ومعسكر وولاية أيضا غليزان. أيضا بعض المناطق الأخرى قد تشهد أمطار في الفترة الصباحية، الجزائر العاصمة تيبازا بالإضافة إلى بومرداس، أيضا المناطق الداخلية الوسطى ناحية سطيف برج براريج وأيضا ولاية البليدة بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.